هذه مشاهد أولية أيضا نتابعها الآن مشاهدينا من موقع السادات في مسيرة إسرائيلية لسيارة تقل 3 أشخاص على طريق الناقورة جنوبية لبنان. هذا الاستهداف الذي جد منذ قليل واستهدف السيارة جنوبية لبنان، نتابع الصور الأولية لهذا القصف وهذا الاستهداف. إذن الصور الأولية لموقع استهداف سيارة تقل 3 أشخاص على طريق الناقورة جنوبية لبنان من طرف مسيرة إسرائيلية، والأنباء الأولية تفيد بمقتل الأشخاص 3 الذين كانوا على متن هذه السيارة.